شو يا مصطفى؟ ما بدك تروقنا بقى؟ حبيبي أنا ما بقدر أشوفك هيك. طيب شو عامل أمي؟ مالي مشغول عليها. حاسس إني لازم أعمل كل شيء من شانها لهي البنت. يعني ما حلوة بحقي ورطة بمشاكل وتنصل أنا من الموضوع كأنه مالي علاقة. بتحبها حبيبي؟ ما بعرف أمي ما بعرف. بس اللي بعرفه إني مستعد أعمل كل شيء من شانها. طيب وقت اللي بتكون عم تحكي معها شو بتحس؟ بتكون ملهوفة عليها؟ شو هاي لهفة مع لهفة؟ منين جبتي لي إياها؟ اللي عم قلك عنه إنه حنان بنت آدمية مرباية بنت عالم وناس، أي شاب بالدنيا بتمناها. صبية ومع مصاري وأبوها الله منعم عليه، يعني مو ناقصة شيء. أمي أنت مربيتيني وبتعرفي كثير منيح إنه موضوع المصاري كلياته مو هام مني. بعرف بس كنت عم بتأكد. بس المهم هي بتعرف هالحكي؟ ايه بتعرف امي، انا متاكد انه بتعرف. هي اللي بدها تاخذك يا مصطفى. انت شاب شبعان ومربى. والله العظيم مو لانك ابني. بس انت مربى على الغالي كثير. انت مشان هيك ما نزلت اليوم على الجامعة؟ محروج منه؟ ايه امي محروج. انا اللي حطيتها بهذا الموقف السخيف قدام اهلها. مشان هيك عم بقلك انا هاي البنت لازم اعمل كل شيء من شانها. طب يا حبيبي ما دام انت حاببها وهي حاببتك شو المشكله؟ توكل على الله ولا تضيع من ايدك. شو ناطر؟ قلي شو ناطر؟ هي وين ونحن وين؟ انا بهيك قصه صغيره ما اعرف شو بدي اعمل بكره لقدام، شلون بدي اتحمل مسؤوليتها؟